ولمزيد من التفاصيل حول الأبعاد القانونية إذن وربما الضغط السياسي اللي يمكن أن يكون منتظر من ما نتابعه في لاهاي من رام الله دكتور أشرف عكا الخبير في العلاقات الدولية. مرحبا بك معنا دكتور أشرف في هذه الساعة على شاشة القاهرة الإخبارية. نعلم طبعا بأنه يعني الرأي الاستشاري للمحكمة الدولية غير ملزم من الناحية القانونية، لكن أيضا سيكون له أبعاد أخلاقية وقانونية كبيرة. ما الذي تتوقعه في هذا الإطار خاصة بعد ما تبعناه من هذا العاجل وبيان إسرائيلي يقول بأنه الرأي الاستشاري الذي ستصدره المحكمة بشأن الأراضي الفلسطينية سيكون مضر؟ يعني أعتقد أنه كما تحدثت هو له بعد أخلاقي وله بعد قانوني يؤثر بالضرورة على مسار الأحداث وعلى تطورات القضية الفلسطينية وعلى حماية الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، ويعزز حالة الإجماع الدولي والتأكيد على تلك القرارات الدولية وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية منذ نشأة الأمم المتحدة. واعتقد ان راي المحكمه الاستشاري هو سيبحث في ماهيه الاحتلال وابعاده القانونيه، خاصه ان هذا الاحتلال مارس جرائم متعمده تخالف القواعد الامره للقانون الدولي بما فيها عمليات التنكيل والاعتداء على الاراضي والاستيطان، اضف الى انتهاك حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وموضوع الفخ العنصري. واعتقد ان كل تلك المسائل والقضايا تضع هذا الاحتلال في الزاوية وتحرجه وتحاصره. واعتقد عندما يطرح العالم لاحقا وفي مرحلة متقدمة، واعتقد ان هناك تطور قد يحدث، اما ان نخير اسرائيل بين السلام والضغوط الدولية والحصار الاقتصادي والحصار السياسي والحصار القانوني، اعتقد ان ذلك قد ياتي في يوم ما اكله وسيؤسس لمرحلة سياسية قانونية اخلاقية اعلامية للقضية الفلسطينية وستكون. لكن هل تتوقع يعني بأن يرقى الضغط الدولي لاتجاه ضغط سياسي لحل الدولتين دكتور أشرف؟ يعني أعتقد في مرحلة متقدمة وخلال الفترة القادمة قد يحدث ذلك، وهذا إذا ربطنا عمليا بنضالات الشعب الفلسطيني وصمود الشعب الفلسطيني وتلك الجبهات المفتوحة على هذا الاحتلال وفي كل الاتجاهات. هذا الاحتلال سيرضخ آجلا أم عاجلا رغم ما يحاول أن يكابر به يعني قادة العسكريين والسياسيين وأنهم يريدون استمرار هذه الحرب والتوسع وغير ذلك، ولكن هذا كله لن يفيد هذا العدو لا صلفه ولا عنجهيته ولا تنكره ولا إنكاره للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني. هذا الشعب الفلسطيني اليوم أكثر من 15 مليون فلسطيني في مختلف أنحاء العالم سيقاتلون ويناضلون ويجاهدون من أجل حقوقهم الوطنية المشروعة. ويعني لهذا دعيني أقول أن الحراك السياسي الدبلوماسي القانوني يعني نضالات شعبنا ستؤسس لرأي عام عالمي دولي ضاغط، لأن القضية الفلسطينية اليوم في قلب الأزمات العالمية والدولية في قلب الأمن العالمي والدولي، وهي التي تؤسس إما لذلك السلام العالمي أو لانهيار منظومة القيم والأخلاق والمؤسسات الدولية. واعتقد العالم الان يبحث عن مسارات نحو التعدد، يبحث عن مسارات نحو السلام العالمي، يبحث عن مسارات نحو التعاون. هذه الولايات المتحده والغرب لن يبقى الان على راس العالم وعلى راس المجتمع الدولي، هناك تراجعات كبرى وفي مختلف القضايا والملفات وعلى كل المستويات لهذه الدول الغربيه، ولن يبقى الغرب هو الذي يتحكم في مسارات الاحداث. وده طيب. أعطيك مؤشر جدي اليوم، الدول العربية الوازنة المهمة المؤثرة التي كانت في يوم من الأيام تقيم علاقات استراتيجية شبه مطلقة مع إسرائيل تفتح علاقات متعددة مع روسيا والصين، هذا العالم يعني يقوم على المصالح وعلى العلاقات التاريخية. واعتقد المنطقة العالم يحتاجنا ونحن لا نحتاج هذا العالم. الغرب اليوم موقفه طيب دكتور أشرف حتى لا يداهمنا الوقت، اسمح لي بخصوص ما ذكرت بأنه دلائل وحقائق قانونية تابعتها من خلال الإحاطة القانونية لفلسطين، ما الذي وجدته اليوم في هذه الإحاطة لدولة فلسطين، وهل يمكن أن تكون الأمور باتجاه وقف لإطلاق النار بنهاية الجلسات؟ يعني أعتقد يفترض ذلك والمأمول ذلك، وهذا ما يجب أن نناضل من أجله كفلسطينيين وعبر كل المؤسسات والمنابر العالمية والدولية وعلى رأسها المؤسسات القانونية الدولية التي يعني تقيم للعدالة العالمية والإنسانية شأنا والتي تحفظ الأمن والسلم الدولي بهذا الاتجاه وتحفظ مقاصد الأمم المتحدة وميثاقها. أعتقد
نحن أمام مرحلة فاصلة في ذلك، الموقف العربي، الموقف الإقليمي، تداعيات هذه الحرب، امتدادها، اتساعها، لا أحد يتحمل الآن، والكل بدأ يتأثر من تداعيات هذه الحرب. مصر، الأردن، المنطقة العربية، العالم كله، الاقتصاد العالمي، الأمن العالمي، الأمن الدولي. إذن المسألة الآن يجب أن تأخذ طريقها نحو ذلك الضغط الجدي على حكومة الكيان وعلى زعامة الكيان وعلى من يقود هذا الكيان ويحرك جيشه في الميدان الذي ما زال متعثرا أمام إرادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. أشكرك جزيلا، كنت معنا من رام الله دكتور أشرف عكا، الخبير في العلاقات الدولية.